السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم معاي خبرين اثنين عن طريق الهجرة من الطرف اليوناني لألكم. احكي لكم هالخبرين لأني هن مهمين. الخبر الأول هو عن سيارة تحميل. سيارة تحميل بغابات اليونان بمنطقة أورستيازا كانت هاي السيارة. طبعا انا اللي لفت نظري بهي السيارة يا جماعة الخبر يلي نشرته عن المهاجرين الافغان يلي توفوا بسيارة التحميل لما كان مسكر عليهم واختنقوا. راح تشوفوا هلا هاي السيارة تقريبا بتحسوها كأنه نفسها تماما، تشبهها كتير، حتى المكان المخبأ يلي كان موجود فيه المهاجرين نفسها تماما وكأنه نفس السيارة، كتير تشبهها. فهاي السيارة راح تشوفوا شكلها، هاي السيارة كانت بمنطقة أورستيازا عم بتحمل ركاب، عم بتحمل مهاجرين بدهم يدخلون الشوفير لداخل اليونان. فالشرطة رصدت عملية نقل المهاجرين من الأحراش للسيارة، كان عم بيخبيهم بالمكان بمكان التخبي. بعد ما حطهم بالسيارة ومشت السيارة تم اعتقال الشوفير. طبعا قاوم الاعتقال بس كمشوا وكمشوا الأشخاص. والخبر الثاني هو الخبر عن السياج الجديد يلي رح تبنيه اليونان. السياج اللي رح تبنيه اليونان اليوم نازل تقرير عنه بأنه اليونان بعد ما عملوا مشاورات كتيرة قررت الحكومة اليونانية بأنه تمول السياج الجديد من الحكومة اليونانية ذاتها، لأنه الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية جميعهم ملتهيين بحرب أوكرانيا وما عندهم دعم مالي لبناء السياج تبع اليونان. فنازل تقرير بأنه اليونان خصصت تقريبا مبلغ 100 مليون يورو لبناء السياج الجديد، وعم بيحكوا بانه الشركه الجديده عم بيتعاقدوا مع شركه علشان بناء هذا السياج. فشو راح يصير لسه مو مبين، ولا حتى حاطين انه ايمت بدهم يبنوا. هاي الاخبار والسلام عليكم.